السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سعود الخميس صاحب دونة أشعاري، وإن شاء الله اليوم بنتكلم عن برنامج ريدر الخاص بنظام الماك. طبعا المعروف أنه موجود على الآيفون وعلى الآيباد وعلى الآيبود تاتش، وأنا من وجهة نظري أتوقع أنه أفضل برنامج قارئ خلاصات على الآيفون أو الآيباد أو الآيبود تاتش. لكن الجميل في موضوع اليوم أنه صدرت نسخة البيتا الخاصة بنظام الماك، وجدا جدا تصميم البرنامج رائع ومشابه بالآيباد، حتى التنقل فيه جدا سلس وبسيط. خلونا نبدأ مع البرنامج حبة حبة. أول ما نفتح البرنامج راح يطلب منك تحط الأكاونت اللي تحطه تبع الجيميل عشان يسوي مزامنة مع جوجل ريدر. فبالتالي اول ما تفتح البرنامج تروح ريدر، بعدين بريفيرنسز تبع البرنامج، بعدين راح تحصل خيارات البرنامج. اول خيار يقول لك كيف اعرض لك كم عدد الجديد عندك، مثلا تبغاها بايقونة لا تبغاها بالارقام. مثلا غيرناها الحين، نروح الدوك نشوفها بالارقام. لو غيرناها الايقونة راح تشوفونها بالرقم بهذا الشكل الفتاك، وفوقها اكاونت. مثلا ما اضفت الاكاونت تبعك فتحطه من هنا، وهنا يقول لك هل تبيني اشيك على ابديت بشكل تلقائي، قل له نعم. وهنا التزامن، تقدر تسوي خيارات تزامن على كيفك. وهنا السيرفس، مثلا هنا مثلا حطيت الاكاونت تبعك في تويتر وزي كذا، تقول له الخيارات هنا تعلم صح او يعني تفعلها او تعطلها. طيب كيف نحط الاكاونت تبعنا في المواقع الاجتماعية؟ طبعا هو يقدم لك الكثير والكثير من المواقع والخدمات اللي تقدر تنشرها بضغطة زر. طيب خلونا نبدأ. راح تحصل في شكل البرنامج العمود التالي هو اللي يبين لك المواقع وجديد المواقع هنا، يعني كم مقال جديد اليوم، وتحدد على الموقع بشكل مباشر من هنا. والعمود هذا خاص بعناوين المقالات، والعمود الثالث خاص بعرض المقال. طيب وش فائدة هذه الخيارات؟ الخيار الأول مثلا أنت عندك مواقع يعني تحب تطلع على جديدها بشكل فوري أو بشكل مستقل، مثلا علم التقنية نبغى نضيفه في المفضلة عندنا، مثلا نضيف نحط على أي مقال جديد عندهم، ونحدد على علامة النجمة، راح تحصلونه مضاف هنا. ولاحظوا تمت إضافة علم التقنية على مابل كمفضلة عندي. وهنا يطلع لك المواقع، فقط المواقع اللي لها جديد، يعني مثلا على مابل عندهم جديد، سند غرير عنده جديد. طبعا بما اني ضغطت على مقال عالم التقنية فراح ينحذف من الجديد، فبالتالي راح ارجع مرة ثانية ورجع عالم التقنية. والخيار الثالث خاص انه يطلع لك كل المواقع اللي عندك في جوجل ريدر، بالتالي تقدر تروح لاي موقع. وهذه الطريقة جميلة انك تقدر تعرض يعني كل مقالات اي مدونة عندك. مثلا عالم ابل هذا الجديد تبعها، لكن اللي قريته كله هنا، يعني تقدر توصل لاي مقال قديم من هذه الايقونة اللي هي قديم المقالات للمدونة نفسها. طيب خلصنا من الثلاث ايقونات هذه، ننتقل لايقونات التالية. الايقونة التالية هي خاصة بانك تعلم على المقال هل هو مقروء او غير مقروء. اذا صارت فاضية كذا فانه مقروء، اذا صارت كذا فانه غير مقروء. وهنا عشان تضيف الموقع في المفضلة، وهنا عشان تسوي له شير عندك في جوجل ريدر. مثلا نروح الموضوع الثاني، انا مسوي له شير. وهنا عشان تسوي كوبي الرابط المقال، وهنا عشان تشاركها في المواقع عندك الاجتماعية او ميل لينك، يعني رابط كبريد. مثلا ابغى اضيفها في تويتر،
نضغط عليه راح يطلع لي النافذة التالية، نحط عنوان الموضوع ثم اللينك. الجميل في الموضوع انه يسوي لها شورت، الروابط تسوي لها شورت بعدين تقول له ابديت. راح يطلب منك كحسب استخدامي في الايفون والايباد انه راح يطلبها منك مرة واحدة وراح يخزنها عنده، فتحط اليوزر نيم والباسورد تبع حسابك في تويتر وراح ينشرها بشكل تلقائي. طبعا مثلا عندك مدونة كلها جديد، هنا مثلا اكثر من جديد، يعني مو بمنطق انك بتروح كذا وترص هذا ترص هذا عشان تعلم عليها كمقروء كلها. بالتالي تضغط علامة الصح هنا بعدين تقول مارك ال از ريد، فبالتالي بتكون مقروءة بشكل كامل. طبعا هنا خيارات اخرى، هنا الريفرش، هنا تنتقل الى سفاري، يعني تفتح الصفحة في سفاري، مو بلازم انك تقراها من هنا. وطبعا جميع مميزات البرنامج لين الحين ما اكتملت، حسب ما ذكر في موضوع يزيد الغريبي جميعها ما اكتملت، وراح نشوف النسخة النهائية بشكل متوقع إدارة خلاصات البحث التحميل والعديد غيرها. إن شاء الله يكون الشرح والبرنامج مفيد كما هو فايدني من فترة طويلة، ويلا يعطيكم العافية.